شايف رحيل إيهاب جلال مدير الفني لمنتخب مصر السابق بالطريقة دي اللي هو يتم إقالته وهو في الطيارة، شايف رحيله ده إهانة لأي مدير فني مصري، ولا شايفها إن خلاص بعد رحيل إيهاب جلال صعب إن يتولى أي مدير فني مصري المنتخب مرة أخرى؟ مش شايفها إهانة لأن ده وارد في كرة القدم، لما كان المفترض إن 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 كابتن إيهاب يعني يتم تبليغه لو انتوا واخدين القرار، بالذات ان في الوقت ده الرأي العام كله كان ضد إيهاب جلال بعد الهزيمة من اثيوبيا. هي بس المشكلة كان في فرق 3 أيام أو 4 أيام على رحلة كوريا، فانت كنت لازم تبلغ يا مكمل يا مش مكمل. الله دي اخر مباراة ليك، تحب تروحها ولا تنتظر ويطلع الجهاز المعاون؟ فبالتالي يبقى القرار بتاع مين؟ بتاع إيهاب جلال. انما ما حدث اعتقد كان سوء إدارة موقف من اتحاد الكورة، إن الراجل بيسافر بالفريق وغالبا حد قال له أنت مكمل وهو في الطيارة بيتم إقالته على الهواء من خلال رئيس اتحاد الكورة وأحد البرامج، فدي عملت رد فعل بعد ما الناس كانت ضد إيهاب جلال، عملت تعاطف مع إيهاب جلال. إنما في النهاية منتخب مصر أنا شايف هو الأفضل ليه مدير فني أجنبي. يعني شايف ما فيش مدير فن مصري يستحق اللي هو في المدير الفني المنتخب في الوقت الحالي على الاقل، لغايه اما يتم تقييم المديرين الفنيين المصريين بشكل جيد ويشوف مين يستحق ان هو يمسك الاداره الفنيه لمنتخب مصر. انما الوقت الحالي كنت افضل يا كروش يكمل يا تبدا تدور على مدير فني اجنبي على ليفل عالي، لان شايف فيتوريا مش على ليفل عالي. ما دربش منتخبات قبل كده، هو درب انديه ممكن يكون السي في بتاعه كويس، ممكن يتناسب مع منتخب مصر، انما برضه مش هنقدر نحكم الا لما نشاهده في اختياراته في ادائه في مباريات اللي هيخوضها، اعتقد هنبدا نقيمه. بالنسبه للكابتن علاء عبد العال دايما بيطلع مواهب كتير وبالاخر بيكونوا موجودين في اهلي وزمالك وفي انديه كبيره في الدوري المصري، ما بتزعلش ان انت اسمك ما بيترشحش دايما في منتخب اولمبي، منتخب شباب، منتخب ناشئين، ولا انت بالنسبه لك الفرصه دي بالنسبه لك لا؟ لا، اولا انا يعني خلاص الحمد لله بالتاريخ بتاعي وخبراتي ما ينفعش ادرب مرحله ناشئين. تمام. يعني هو منتخب اولمبيا منتخب اول، وعلى فكرة تكون رجل اول ولا مدرب عام؟ والله بص يعني 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 لو مدير فن اجنبي اسم كبير وحاجه كبيره ممكن ابقى مدرب عام، بس مش مع علاء، بس مع اي حد المفروض بتاهل، ما ده برضو من ضمن تاهيل مدير فن مصر منتخب مصر. ايه هو؟ ان انت بتجيب مدرب كبير على مستوى عالي ويبدأ تشوف مين اللي في المستقبل يبقى مدرب مصري ممكن يستفيد من هذا الرجل خبرات ودراسة المنتخب ويبدأ تأهله ان هو يمسك، زي زين الدين زيدان. وزين الدين زيدان ما مسكش مرة واحدة ريال مدريد او ومرشح كمان ان هو يمسك منتخب فرنسا، لا هو بدأ تأهيل واعداد ليه من تحت ايد مدربين وبعد كده يبدأ يمسك. انما احنا للأسف ما بنفكرش الفكر ده ازاي بتأهل المدربين لإدارة المنتخبات. فبالنسبة لي انا كمدير فني منتخب مصر يعني زي ما قلت على الكابتن إيهاب او ان مفيش مدربين مدير فني يصلحوا دلوقتي كمدير فني، اقول هذا الكلام عليا، لما لابد من التأهيل والإعداد للمرحلة قادمة ازاي تمسك منتخب مصر بعد ما يبدأ تأهيلك. طب لو عرض عليك في المنتخب الأولمبي مدرب عام توافق ولا لا؟ منتخب الأولمبي مدرب عام لا طبعا. لما تيجي تمسك مدير فني منتخبات اي منتخب، اهم حاجة في المنتخبات ايه؟ هو حسن اختيار. انت عندك قاعدة عريضة من اللاعبين، تمام، بتقدر تكون منتخب، فأهم حاجة حسن اختيار اللاعبين وتوظيفهم، واعتقد دي مش موجودة في كل المدربين. فأنا بالنسبة لي لا، الحمد لله على مدار السنوات التدريبي بحسن اختيار، بطلع لعيبة بشكل جيد، فيعني عشان كده بقول دايما إدارة منتخب دي إدارة سهلة جدا ومش صعبة.